الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير يا رب. المهم اليوم غادي نشارك معكم المهم الروتين ديالي. المهم غسلت الماعن، جمعت داكشي. دابا عندي الحوت، خصني نغسل الحوت. هانتوما كي كتشوفوا معايا الحوت، يلا جبناه. هانتوما يعني هذا حوت جديد، باش تعرفوا السردين يعني واش جديد، خاص الجلدة ديالتو يعني تكون قاصحة، يعني يكون قاصح ما يكونش رهيف. كتقلبوا تاني هنايا، خاص عيني يبانوا، يكونوا عيني يعني عاديين يعني ماشي لاويين. وبالنسبة هنايا يكون فيه دم حمر، هانتوما كي كتشوفوا معايا يعني ما خاصش يكون الدم كحل او الازرق، هانتوما خاص يكون الدم حمر. هذا دابا جديد، هانتوما يا. وبالنسبة لهنا البنات، عندي الخضرة خصني نغسلها عاد ندير فيها في الثلاجة. هاد الخضرة هادي راه جبتها البارح الاثنين، كيكون عندنا سوق الاثنين. خصني حطيتها هنايا، مبغيتش نديرها في الثلاجة حتى كنغسلها عاد نديرها في الثلاجة. النعناع حتى هو خصني نغسلو، الخبز حتى هو خصني نغسلو عاد نديرهم في الثلاجة. دابا غادي نمشي نرد الغدا هو الأول، باش يبقى ليا الوقت باش الغدا يطيب، وفي نفس الوقت نسالي هاد الخضرة هادي نرجعها للثلاجة. شنو غايت بغيت تشوف؟ اذا البنات، من بعد ما نقيت الحوت حيدت لي ديك القشره اللي كتكون على برا. صراحه نسيت سميتها، ديك القشره كتكون على برا نسيت السميه ديالها. المهم حيدت ديك القشره وحيدت الاحشاء ديالو، ودابا كنعاود كنغسلو المره الثانيه، وكنحاول نقلب هذوك الجناب الا كان فيهم شي كحوليه كنحيدهم. علاش البنات كنقول لكم تحيدوا الكحوليه؟ بالنسبه للبنات المبتدئات، فديك الكحوليه راه كتعطي واحد المروره اللي هي خايبه، مازال في السردين ما غاديش تبان، ولكن في الحوت الكبير راه كتبان. انا واحد المره راه كانت وقعت لي شحال هادي ملي كنت باقا صغيره، كانت عندي ديك الساعه غير 15 عام اللي كانت عندي جديت الحوت هذاك، ما عرفتش شنو سميتو صراحه، سميت الحوت ما كنعرفش انا سميتهم. المهم شديت الحوت نقيته وحيدت ليه دوك الاحشاء ديالو داك الشيء، ودوك الجوانب ديك الكحوليه ما رديتش لها البال، خليتها صافي. شديت هذاك الحوت قليته على ما اظن الشراني، ما عرفتش شنو سميتو.
المهم شديته قليته، ملي حطيناه عصيره ما تقدوش البنات تاكلو، يعني ديك البلايص اللي فيهم ديك الكحوليه عصيره عطات واحد المروره اللي هي خايبه خايبه بزاف. فهاد النصائح كنعطيهم البنات الجدادات، يعني حاولوا انكم ديك الكحوليه تحيدوها. او تما رانا دايره الميكا جمع فيها الزبل حشاكم، وبالنسبه للافافو حتى هو يعني كنجمع داك الزبل ديالي، يعني ما نحاولش انني نحل نحيد ديك الصفايه، ما نحيدهاش مع رغيت بوشه اللي هي لافافو، كنحاول انني نجمع دوك الاحشاء ديك القشره ديال برا، كنحاول انني نجمعها عاد ديك الساعات ننظف لافافو مزيان. بالنسبة للبنات الجدادات فأنا كناخد السردين، يما كطحنوه بعد أول حاجة كنحيدو ليه هاد يعني ديك الحراشيف اللي كتكون فوق الظهر، وكنحيدو ليه داك الديل ديالو، وصافي كنديرو في الطحانة هادي كنطحنو فيها. أنا شحال هادي كنت كنطحن في هاديك الطحانة اللي هي داوية، ولكن كدي ليا الوقت بزاف، يعني تبقى دوري دوري. صافي وليت كندير هاد الماكينه هادي، صراحه كطحن ليا الحوت مزيان، صراحه كندير فيها كل شيء، كندير فيها السردين، كندير فيها بعض المرات اللحم ديال الدجاج، يعني كنرجعو كفته او اللحم نيت العادي، صراحه كطحن مزيان، يعني هاد الطحانه هادي صراحه زوينه. ورانا خديتها غير من البال، يعني كنت خديتها ب100 درهم، وصراحه صدقات ليا مزيانه، يعني صدقات زوينه. وصافي البنات من بعد ما قطعت الديل ودوك الحراشيف غادي نجمعهم دابا اللحوم اضطروا حاشاكم، ومن بعد غادي ندوز باش نطحن. اذن البنات الكفته من بعد ما طحنتها كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نديرها في واحد البانيو، وغادي نضيف ليها الثومه محكوكه وعصير تاع الحامض غير شويه ماشي بزاف، وهذا قزبور ومعدنوس، تحميره او بابريكا، وخرقوم، سكنجبير، وغادي نضيف لها واحد المكون اللي زوين اللي كيجي بزاف مع الحوت، انا ديما كنديرو اللي هو قزبور حبوب يابس مطحون، ديما انا كنديرو مع الحوت كيجي صراحه زوين. دابا نوريه لكم دابا في الصوره، وصافي هادشي اللي كاين. البنات هذا هو القزبور حبوب مطحون اللي قلت لكم، هذا هو، فانا كنحتفظ به في المجمد، دايره في البلاستيك دايره في المجمد باش كتبقى الريحه ديالو زوين، عرفتي العطريه الا بغيتو تحتفظوا بها ديروها في المجمد، والله العظيم يا البنات الا كتبقى فيها ريحه اللي هي زوينه، عرفتي راه كتكون بحال عاده طحنتوها. وهاد القزبور يابس مطحون راه زوين زوين صراحه، كيجي
مع السردين زوين، وحتى فراسكم راه حتى السلو راه كيجي فيه زوين، يعني راه كيعطي واحد النكهة زوينة للسلو. المهم غادي نحاول ان شاء الله نتشارك معكم السلو. مع صراحة هاد الايامات مشغولة شوية، مبرسطة شوية مع شي شغلات، من بعد ان شاء الله نتشارك معكم ونقول لكم شنو كاين. البنات اذا دابا غادي نمشي نغلف الحوت باش هذيك العطريه تدخل معاه. وصراحه بغيت نشارك معكم هذا السلوفان، هذا صراحه هذا زوين ورخيص، داير غير 260 ريال، يعني 13 درهم اللي داير، وصراحه ما فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه، واخا ديال الشينوا ولكن زوين احسن من هذاك الاخر. الاخر كنت كناخذه ب 600 ولا مرة 800، وصراحة كتكون فيه واحد الريحة اللي مجهدة، يعني ما مناسبش انني نغطي به الماكلة ونحطها في الثلاجة. ولكن هذا لقيته عند واحد مول حانوت، لقيته صراحة جربته زوين زوين، يعني من العام الفايت وانا كنستعمله، صراحة زوين بزاف والثمن ديالو رخيص، وفراسكم راه كيدي لكم بزاف، يعني كيدوز ليا انا صراحة.
وحتى واحد الحاجه اخرى، راه هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كتير، راه فيه كتير. وحتى حاجه اخرى، ملي كتغلفوا به شي حاجه عسيري كيجي ساهل في التقطاع، وحتى التقطاع ديالو كيجي مقاد، يعني ما كتبقاش لك بلاصه مقطعه طويله، بلاصه مقطعه قصيره. ملي تجي تاني تبغي تغلفي تاني، تبقاي تاني تقلبي، خاصك تقادي. صراحه هذا البنات راه زوين، راه الا لقيتو غير خدوه والله. انتوما غتشوفوا معايا ملي غادي نغلف به الحوت. بعدا السردين انا درت لي العطريه ديالته، غادي نغطيه وغادي نخليه تقريبا واحد ربع ساعه بحال هكا، كي ما نقضي شي شغالات اخرين. وعاده غادي نرجع باش نطيبو، باش هذيك النكهه ديال العطريه اللي درت ليه باش تدخل معاه، باش تجانس معاه. هانتوما كيما كتشوفوا معايا، يعني كيبقى داك السلوفان كيبقى مقاد، شتو؟ صراحة زوين بزاف والله. ودابا البنات غندوز نوجد الشلاضه المغربيه. وهنا البنات رانا رده لاصوص ديال الماطيشه، درت ماطيشه تسلق ودايره البنجله كتشوى، فلفله كتشوى، الفلفله على حساب الشلاضه والبنجله على حساب زعلوك. وصافي، وغادي نقطع الخيار، وغادي نقطع الخس، وغنقطع شويه البصله، شويه الملحه، شويه زيت العود، شويه الخل، وشويه البزار. هذا الشيء صافي اللي كندير انا في هذه الشلاضه هذه المغربيه. اذا البنات انا هنا الخص من بعد ما غسلته يعني بالماء وشويه الخل باش كنحيدو منه يعني الا كانوا شي حشرات. وبالنسبه للخص انا ما كنقطعوش بالموس، يعني كنقطعو ديما هكا بيدي، كيجي احسن. وصافي كنديرو مع كنخلطو مع الشلاضه.
وبالنسبة للبنات هنا راه درت غادي ندير زعلوك، شويه الدنجال وقشرته وقطعته على شكل مكعبات، زدت ليه مطيشه، غنزيد ليه الثومه والعطريه الكامله، وهنايا داك لاصوص ديال مطيشه يعني رانا صفيت منها الماء وحيدت ليها القشره ومعستها، وهنا راه وجدت الشلاضه. وبالنسبة لأنا هنايا الكويرات ديال السردين ديال الحوت ديال السردين مقلي، فكنديرهم في هذا في دقيق الفينو باش كيجيوني مزيان، يعني كيجيو مقرمشين على برا، فأنا كنديرهم كويرات على هذا الشكل هذا، كنحاول نمعسهم واحد شوية وكندير لهم الدقيق هذا تاع الفينو يعني أو دقيق القمح الحرش، ومن بعد كنقليهم في الزيت. ترجمة
هادي. وبالنسبة للبنات الدقيق اللي كيشيط ليا من بعد الخدمة، انا راه ما كنرميش، ما كنلوحوش نهائيا، كنديرو في بلاستيكة او لا كنديرو في شي قرعة ديال الزاج او لا قرعة ديال الميكا، وكنحطو في الثلاجة حتى كنبغي تنقلي تاني الحوت او لا نقلي مثلا البنجال او لا نقلي شي حاجة، هاديك ساعة تاني كنجبدو كنستعملو، يعني منها كنقطاست على الدقيق، ومنها تاني يعني ملي كنبغي نقلي كنلقى دقيق موجود. وصافي البنات، هذا هو لاصوص تاع زعلوك ولاصوص ديال الطومات من بعد ما طابو، كنقدمهم هنا في الطباسل، وكنقول لكم حتى نتوما بالصحة والراحة غداكم. وهنا البنات انا غادي نقدم كويره تاع السردين في الطبسيل هذا، راه درت فيه هذا كاش كيقولوا ليه ليشو، درت فيه ليشو باش نغير تاني الديكور مع اصلا الخص درته مع شلاله، فيني ومن هاني ناكلوا ليشو تاو. والبنات دابا مؤخرا وليت بزاف كناكل ليشو، مع سمعت ان ليشو راه مزيان للغده الدرقيه، سمعت دكتور فايد هو اللي قالها، ومن بعد تاني سمعت واحد دكتور اخر حتى هو قالها، يعني مزيان للناس اللي كيعانيو من الغده الدرقيه. وصافي البنات، كان هذا هو الغداء، زعلوك وكويرات تاع السردين مقليين وشلاطه ولاصوص طوماط. وصافي البنات، من بعد ما تغدينا في الخضره خليتها حتى تغدينا، حيت صراحه ما كفانيش الوقت. دابا غادي نغسل، فديما انا كنغسل الخضره باش كتبقى ليا نقيه وكتبقى كتصبر ليا مده كثيره في الثلاجه، مع كيف ما كنعرفوا جميع الخضره يعني راه كيكونوا فيها الحشرات رقاق صغار، وكتكون فيها الغبره والاتربه، يعني من احسن اننا نغسلوها ونشفوها من الماء وعاد نديروها في الثلاجه. فالجزر كنديرو في خيزو، كنديرو في كنشفو كنديرو في بلاستيكه، وحتى الفلفله حتى هي كنغسلها كنشفها كنديرها في بلاستيكه، فكتصبر ليا يعني كدوز ليا اسبوع كامل، حيت انا كنتقضي غير مره واحده مره في الاسبوع، صافي كنجيب الخضره اللي تكفيني الاسبوع كامل. Thank you.
اذا البنات هنا النعناع حتى هي غادي نقيها، كنحيد داكشي الصفر وكنقطع على الجدره ديالها وكنقسمها على جوج وكنغسلها. بالنسبه للغسيل انا ما كنفركهاش، يعني كنديرها غير في البانيو مع الماء وكنحاول انني نغطسها بالصبعان ديالي. كنغسلها جوج المرات صافي، وكندوزها في النشافه، كنشفها في النشافه، ومن بعد كنديرها في واحد الكتانه على شكل خنشه، وكنديرها في الثلاجه باش حتى هي كتصبر ليا مده اللي هي طويله. ومنها ملي كنغسل النعناع وكنحطها في الثلاجه فكنسهل عليا الماموريه، يعني كان ملي كنعمر اتاي كنلقى النعناع موجود. وتاني حاجه ديك النعناع يعني كنحيد منها دوك الحشرات وديك الاطربه وديك الشيء اللي فيها، باش كتبقى ليا نقيه وكتبقى ليا مده اللي هي طويله.